لدينا موازنة للمصاريف التشغيلية التي هي تغطي عمليات البحث والإنقاذ والإطفاء والإسعاف وتغطية إصلاح الآليات وإصلاح المراكز بعد عمليات القصف. لدينا أيضا ميزانية نقوم بتمويل مكافآت للمتطوعين حتى يستطيعوا أن يعينوا عائلاتهم للاستمرار بالعمل. أيضا لدينا ضمن الميزانية يكون هناك خطة لشراء سيارات الإطفاء والإسعاف. سنويا نقوم بعمليات شراء لاستكمال النقص الموجود ضمن الهاي. أيضا يكون هناك عمليات شراء للمعدات البحث والإنقاذ ومعدات الإطفاء أيضا. وقمنا أيضا بإنشاء عدة معامل داخل سوريا، منها معامل مثلا تصنع اللباس الخاص بالدفاع المدني. نقوم أيضا بتصنيع وتعبئة عبوات الإطفاء التي نستخدمها في عملياتنا، ونقوم حتى بتوزيعها للمستشفيات. بالإضافة إلى أطلقنا حملة مع ولاية هاتاي بعفرين لمدة أيام بإعادة الحياة إلى مدينة عفرين، وقمنا بإزالة الأنقاض وتنظيف الشوارع لنساهم أيضا بإعادة الاستقرار لهذه المنطقة والمساعدة بعودة النازحين إليها. يعني التهم أمر والتمويل أمر آخر، يعني نحن نتلقى تمويل من كل شخص يريد أن يساعد الشعب السوري، لا يوجد لدينا مانع. يعني أي شخص يأتي إلينا ويقول نحن لدينا تمويل لتمويل مثلا عمليات الإسعاف في سوريا، لكن دون أن يفرض علينا شروط تتعلق بالسياسة أو تتعلق بالأعمال العسكرية، فنحن لا يوجد لدينا مانع طالما أن التمويل هو بدون شروط. نحن نأخذ تمويل من دول كثيرة ومن الشعب نفسه ومن مؤسسات خيرية. يعني نحن لدينا ثلاث مصادر للتمويل، سنقول دول ومؤسسات خيرية وأيضا حملات شعبية. يعني نحن الدول التي تمول الدفاع المدني هي قطر، بريطانيا، أمريكا، هولندا، دنمارك، ألمانيا، والآن نعمل لتوقيع عقد مع فرنسا. نتلقى أما التمويل الآخر فنحن تلقينا من مؤسسات، ليس بشكل مباشر من دول، من مؤسسات كالهلال الأحمر التركي، تلقينا من الإيهاها، من مؤسسات خيرية قطرية، من قطر الخيرية. تلقينا تمويل أيضا من مؤسسات خيرية تعمل في كندا، مؤسسات خيرية تعمل في أوروبا، من عدة مؤسسات خيرية كثيرة. هم قالوا أننا استلمنا من الحكومة التركية براميل كلور وأننا سنستخدمها في جسر الشغوف. يعني هم يستطيعون توجيه هذه الأسئلة أيضا لغيرنا. نحن لا نستطيع استخدام أسلحة كيميائية أو كلور، لأنه من يستخدم الكلور في سوريا ومن يستخدم الأسلحة الكيميائية معلوم من هو. هناك تقارير واضحة، يعني من يمتلك براميل الكلور؟ النظام السوري هو من يستخدم براميل متفجرة في سوريا. من يستخدم غاز السارين؟ النظام السوري الوحيد هو من يمتلك غاز السارين، وهو الوحيد القادر على نقله واستخدامه. أما يعني هناك اتهامات لروسيا، هناك اتهامات عفوا للدفاع المدني، هناك اتهامات لتركيا، هناك اتهامات تارة لبريطانيا، هناك اتهامات تارة للجماعات المتشددة، يعني كلها اتهامات عارية على الصحة. ولكن حقيقة هذه الاتهامات تدعونا لأخذ الحيطة والحذر بأعلى كفاءة، لأنه هذه الاتهامات ممكن تسبق عملية استخدام للأسلحة الكيميائية من قبل النظام السوري، ولكي تستخدم هذه الإشاعات فيما بعد لضحض أنهم لم يستخدموا هذه وقالوا أننا حذرنا سابقا عن هذه العمليات. وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنها تمتلك معلومات أن النظام السوري يحضر لاستخدام أسلحة كيميائية في سوريا. أكيد نحن لا نقبل تمويل من إسرائيل. نحن نعتبر إسرائيل هي دولة احتلال وليس هي يعني بهذا الشكل. ونحن عندما تم إخلاء متطوعينا هم لم يتم إخلاءهم عبر إسرائيل، إنما تم إخلاءهم عبر الجولان السوري المحتل ومنها إلى الأردن، وبعدها تتم إعادة التوطين في يعني في عدة دول من العالم. من عمان ليس من إسرائيل؟ نعم من عمان، وهم الآن في عمان، يعني وهم ما زال الآن متطوعون في عمان. يعني هم فقط عبروا عبر الأراضي السورية المحتلة في الجولان ومنها إلى الأردن.
وكانت هناك إقامتهم، بعدها سينتقلون إلى دول أخرى. هلا أصعب عمليات بالنسبة لفرق الدفاع المدني في سوريا حقيقة هي الاستهدافات بالأسلحة الكيميائية، لأنه لا يوجد لدينا الإمكانيات والقدرات التي تؤهلنا للاستجابة لهذه الضربات، وهذا يحدث خلل كبير جدا أثناء تأديد هذه المهام. نعم، نحن لدينا مثل ما ذكرت، كان لدينا بنهاية 2017 لدينا 450 متطوعة، فقدنا عدد كبير منهم مع الأسف، يعني لدينا الآن حوالي 240 متطوع يعملون. فقدتم يعني ماذا تقصد؟ يعني لا، لم يستشهدوا، هم تركوا العمل بسبب الظروف التي أصبحت بها منطقتهم. نعم. كم من البنات عندكم؟ حاليا لدينا 240 متطوع يعملون. متطوع. كم منكم سقط شهيدا؟ لدينا نحن تقريبا من بداية العمل إلى الآن استطعنا إنقاذ أكثر من 115 ألف إنسان، وفقدنا 255 شهيد أثناء عملياتنا. وأنا قلت سابقا في إحدى الجلسات، قلت ليس الإنجاز الذي حققناه هو إنقاذ أكثر من 115 ألف إنسان، وإنما الإنجاز الذي حققناه أننا استطعنا أن نزرع الأمل في منطقة كادت أن تفقد الأمل في حياة أفضل.